ايش صار عندكم اليوم؟ اجت طيارة ميج. نحن عاملين في بيوتنا نايمين قام ضربة صاروخين، أول صاروخ نزل بيت جيراننا ومثل ما بتشوف ناس تحت الأنقاض. وهون بيتنا دمر كلياتهم، ما تمنا لا مأوى. يتم انقاذ ما تقول الآن. والآن والناس كلهم تحت الأنقاض. الله أكبر، الله أكبر عليك يا بشار، الله يهدك مثل ما عبثتنا، الله يهدك، الله يدمرك مثل ما دمرتنا. تلب بدي تفهم بين واحد عشرة 1/11/2012 دمار شامل للمنازل.